يوجد لدي زوجة مدرسة، وهي تركب مع سائق مع مجموعة مدرسات، وذلك لتوصيلهن إلى المدرسة، والمدرسة تبعد عن المنزل مسافة 50 كيلومتر. وحيث أني إنسان مصاب بمرض السرطان، وقد نهاني الأطباء عن سياقة السيارة في البلد، هل يجوز ركوب زوجتي مع مجموعة من المدرسات؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أمر ركوب النساء مع السائقين الذين ليسوا من محارمهن أمر فيه خطورة، ولكن ما دام أن الراكبات مجموعة من النساء والمسافة دون مسافة القصر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الممنوع هو سفر النساء بدون محارم مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، هذا هو الممنوع، أو ركوب المرأة وحدها مع السائق ولو مسافة قريبة، هذا أيضا ممنوع لأن هذا من الخلوة. فالممنوع إذن أمران، الأمر الأول السفر، المرأة لا تسافر بدون محرم ولو كانت مع مجموعة من النساء، لا بد من وجود المحرم إذا كان سفرها يبلغ مسافة القصر. والأمر الثاني خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي في سيارة أو في غيرها، هذا هو المحرم. أما ما ورد في السؤال من أن مجموعة من النساء يركبن مع السائق لمسافة قصيرة لأجل أداء عملهن، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ومهما أمكن الاستغناء عن ذلك، لأن تدرس المرأة في البلد لا تحتاج إلى مسافة طويلة، فإنه يجب توفير العمل لها في بلدها في داخل بلدها حفاظا عليها، وأيضا من أجل راحتها من العنا والمشقة، فإن المرأة ضعيفة، كونها تخرج إلى مسافة 50 كيلو فيه مشقة عليها وفيه خطر عليها، فيجب توفير العمل لها في بلدها وقريبا من بيتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.